لونا كلاسيك على وشك حدوث سائق. صديقي، أخبار مهمة بتخص العملة على وشك تغير الاتجاه. صديقي، هي ربحنا من قناة تليجرام. بتمنى منك صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات الناجحة. اترك الصلاة على الرسول، خلونا نتابع الكلام. الخبر الجديد شباب، نزل من ساعات تسليم دكوان الى الولايات المتحدة. طبعا دكوان مؤسس عملة اللونة كان بالسجن بالجبل الاسود، والان تمت الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته بتهم الاحتيال. صديقي، هذا الخبر ممكن يشكل صاعقة لعملة اللونة كلاسيك وعملة لونة 2. طبعا وتم تأكيد الخبر من قبل محامين دكوان ومن صحيفة دال ستريت. صديقي، مصير العملة أصبح غير مؤكد. أيضا صديقي، بالأمس كانت الموافقة على تخفيف المدققين، وهالأمر هذا ممكن يعمل ضرر بالسلسلة، ومع أخبار دكوان ممكن يشكل صاعقة بعملة لونا كلاسيك. الآن حاليا العملة عمال بنتداول عليها بالصفر فاصلة 0.20. صديقي، إذا أنت كنت داخل بهي العملة مضاربة، صديقي عليك الحذر ووضع الستوب لوز. صديقي، إذا كنت حابب تدخل بهي العملة استثمار فهي الآن غير مناسبة. الآن العملة عرضة للأخبار. صديقي، أفضل الدخول المناطق للعملة عند 4.09 بداية الموجة الصاعدة. وطبعا صديقي، إذا نحن خسرنا مناطق 3.20 فمنطقة الدعم الثانية 3.15. أيضا صديقي، منطقة الدعم 12 3.12 عنيدة جدا. صديقي، وإذا حابب تدخل بهاي العملة خلي يكون دخولك مقسم على مراحل. أما صديقي بالنسبة لعملة اليو اس تي، مناطق 3 سنت أيضا تعزيزك بـ0.018. وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة والمرابح أكثر من 500%، ما عليك صديقي لتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي، لا تنسى دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب.